عليه انفيشن هاب دايركتور. اللي كان ده ابتدى من 4 سنين، كانت فكرته ببساطه هو انشاء كوميونتي للستودنتس تساعدهم على الابتكار والابداع عن طريق ان احنا نوفر لهم سواء كان الورك سبيس اللي هم يقدروا يشتغلوا فيه او التولز، زائد طبعا الجايدنس. دي كانت اجزاء دايما مهمه وناقصه في جامعات كتير جوه مصر. والجزء ده هو اللي بيربط دايما ما بين الجزء الثيوريتيكال اللي الطلبه بتاخده وبين الجزء البراكتيكال اللي الاندستري بتحتاجه. فاحنا حاولنا نغطي الجزء ده بانشاء انفيشن هاب من 4 سنين. بدأنا طبعا بشكل صغير جدا، كان عدد صغير، كان بيناسب عدد الطلبه. بدأنا بعد كده نكبر واحده واحده لحد ما بقينا متاحين دلوقتي لينا 3 اماكن مفصلين، بيلدنج الانسبريشن اريا اللي الناس بتقعد تفكر فيها، بيعرفوا بعض من ديفرنت ميجرز، بيعملوا تيم فورسز مختلفه من ديفرنت باك جراوند بحيث ان هم يقدروا يطلعوا بروجكتس مختلفه، سواء بقى كان الكترونكس، كان بروجرامينج، كان غيره، ميكانيكال او خلافه. بيبدا ان هو يطلع الافكار مع الباشمهندسين الموجودين، بيدوهم الجايدنس المناسب سواء بقى كان في ريسيرش تايتل او في ريسيرش اكسبيرمنت او في البروجكتس او في الكومبيتيشنز. خلاص كل ده بينمي مهاراته السوشيال سكيلز والتيم ابيلتي ورك يشتغلوا في تيمز. بعد ما يبقى عندهم فكره واضحه عن البروجكت اللي هم عايزين يعملوه سواء بقى كان زي ما قلنا ريسيرش، بيبدا ان هو يخش على الاجزاء الثانيه اللي هو الانفيجن هاب سواء بقى كان بروتوتايب مثال او انفيجن، يبدا يحول افكاره دي كلها لنتائج وريزلتس يقدر ياخدها بعد كده يخش بيها مسابقه سواء بقى كان بروتوتايب يخش مسابقه كان ريسيرش ريزلتس يقدر يحطها في البيبرز بتاعته وهكذا. احنا طبعا بنشارك في الاندر جراديت ريسيرش فورم من تقريبا تاني مره دي رقم 2. شاركنا في البوتو كومبيتيشن، كنا تقريبا كل مره بنخش البوتو كومبيتيشن بنبدا ننظم. دي اول سنه ليا بننظم مسابقه منفصله عن الكورسز وبس، مش مقتصره على طلبه من جامعه النيل، وده برضه بيصب في نفس الفيجن بتاعت المكان، وهو ان انت بتحاول كمان تزود الاكسبيرينس والاحتكاك بتاع الطلبه مش بس مع زمايلهم هنا ولكن على مستوى جامعات اخرى، بحيث ان هو يبقى قادر يقارن نفسه بالناس، يبقى فاهم نقاط الضعف والقوه بين الناس. السنه دي احنا بنشارك في الاندر جراديت ريسيرش فورم التاسع، مسابقه اسمها اتس بول. هي مزيج ما بين السكر بلاين فوتبول والفايت، تمام. دي طبعا بنحاول نغطي فيها اجزاء كتيره جدا من التكنيكال اكسبيرينس، انكلودنج بروجرامينج، الكترونكس، الميكانيكال ديزاين، الكريتيكال ثينكينج، ازاي يفكر ياخد قرارات سريعه، التيم ورك. طبعا يعني بنحاول ان احنا نغطي على قد ما نقدر. احنا بنسبورت، دي اول سنه بنعملها زي ما قلنا لجامعات من بره، ونتمنى ان السنه دي الاندر جراد ريسيرش فورم يبقى مختلف عن السنين اللي فاتت ويفضل دايما كل ترم في تغيير عن السنين اللي فاتت. شكرا.